مراسم دختر شه اولاداش جبران بتنه همچنان ما کار بین تشریف بس 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 هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحمد هر دیگر آی شادمانی و دوستی را نیک مبارک بفرما قدم دو دوست بر یک دیگر نیک مبارک بفرما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم بلغ اللهم ثواب آيات المقروءة وطعمة المصروفة حجة منا إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين والسيما إلى أرواح أمواتنا الحاضرين اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وعن خطيئاتهم واحشرهم ايانا مع أئمة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين پروردگار شادمانی و دوستی را نیک مبارک بفرما قدم دو دوست بر یک دیگر نیک مبارک بفرما قدم عروس به داماد از داماد به عروس نیک مبارک بفرما رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الاخلاص و الصلوات ورحمه ایان و رحمتی که ایان روحمین خدا و نشاز های شبانی و سلمی برگ ندارد بر محمد و آقای محمد و سلوات خانه آباد بشه سر خوش آمد 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 س
وين نزلي؟ ان شاء الله کی دو جوان بپای هم دیگر پیش شود در محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله و سلم. تبریک باشه. بسم الله بیا الکتریک کار دادم تو؟